ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار. دكتور محمد صباح الخير. صباح الخير يا فندم، أهلا بسيادتي وسادة المشاهدين. دكتور محمد، يعني بيانات وكالات الرصد وتحليل البيانات تشير إلى أن هناك مثلث أصبح العالم يعاني منه الآن، وهو ارتفاع أسعار الغاز والوقود، ارتفاع أو خلل سلاسل الإمداد الغذائي، وإلى جانب التغيرات المناخية التي أدت إلى نقص المياه في الأنهار في أوروبا تحديدا. كيف ترى ذلك؟ الحقيقة هناك ظواهر عالمية وأزمات كبيرة جدا بتؤدي إلى مجموعة من المشكلات. أول أزمة هو هناك أزمة سياسية اقتصادية موجودة في شرق أوروبا، روسيا وأوكرانيا. ثاني أزمة هي ترتب عليها ارتفاع أسعار وارتفاع تضخم وتعطل سلاسل الإمداد، وأثر على الطاقة وأثر على الغذاء. الناحية الثانية هناك برضو ظواهر عالمية زي الفيضانات، زي الحرائق والحاجات دي كلها أثرت. كل ده وضع اقتصاد العالم في ظروف صعبة. نعم. ارتفاع الأسعار وارتفاع التضخم وسلاسل الإمداد ده بيؤثر على جانبي العرض وجانب الطلب من ناحيتين. جانب العرض تتدفع التكاليف وبالتالي بتزداد تكاليف الإنتاج وترتفع الأسعار، وجانب العرض نتيجة برضو ارتفاع الأسعار على المواطنين بيزيد 80% من دخلهم بيروح للغذاء والطاقة، فبيأثر على الأشياء الأخرى، فده بيؤدي في النهاية خالص إلى ركود. هذا الركود أو الكساد بيكون موجود في دول الاقتصاديات الكبيرة، والركود التضخمي بيكون في دول الاقتصاديات الناشئة. الركود الكبير في الاقتصادات الكبيرة بيخفض إلى انخفاض معدل نمو الناتج المحلي والناتج الإجمالي في هذه الدول، وبالتالي بتتأثر اقتصاديات العالم. الأمر الثاني في الدول النامية كمان باعتبار أنها دول قائمة على الواردات بيحصل عندها زيادة تضخمية عالية من السوق المحلية والسوق الخارجية، فبيأثر أيضا جب عندهم ركود تضخمي. كل ده بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا إن العالم داخل أو توقعات العالم نمو العالم بالسنة القادمة بينخفض، وإن مستويات الارتفاع في الأسعار والتضخم قد تزداد أكثر من ذلك. وبالتالي في هذه الحالة لابد هنا من سياسات جديدة للتعامل مع الأزمة، بمعنى إن هنا الاقتصاديات لابد أن تكون معتمدة على نفسها، كل دولة أو الدول تكون معتمدة على نفسها أكتر، ونمو الناتج المحلي هيكون أحد الوسائل اللي تقدر الدول تتعامل من خلالها، والتكتلات الإقليمية، لأن هناك مشاكل كبيرة جدا في العالم سواء في سلاسل الإمداد، سواء في الطاقة، سواء في الغذاء. كل دي وضع العالم في وضع حرج جدا، ولذلك 22-23 هنا بيحتاج إلى إدارة اقتصادية قائمة على دعم الإنتاج المحلي ودعم التكتلات الإقليمية للتغلب على مشاكل اللوجستيات والنقل والتغلب على المشاكل العالمية. نعم، يعني ربما يكون المشاهد البسيط الذي يعني يشاهدنا في الوقت الحالي يتبادر إلى ذهنه سؤال، يعني ربما يعني هذا السؤال يظهر على أنه سؤال متسع، ولكن ارتفاع التضخم، زيادة الأسعار، الخلل في سلاسل التوريد، أزمة الطاقة والغذاء، إلى أين وما الحل؟ إلى أين محدش يقدر يعرفها، لأن الأزمة الروسية الأوكرانية هي أزمة ممتدة ومتأثرة ومتعددة الجوانب. القضية بين روسيا وأمريكا أو في الأزمة دي ليست قضية عسكرية، لكن مرتبطة بالأمن القومي وتغيير شكل العالم وتكتلات العالم. إذن في هذه الحالة تتوقف هنا على مدى قوة ضغط كل قوة على الأخرى والسيطرة عليها. والقارئ البسيط أو القارئ الاستراتيجي النهاردة يقول إن إحنا ما عندناش مؤشرات تقول والله هتنتهي بعد شهر أو اثنين أو ثلاثة أو ستة، ولا سيما أن الأزمة تتسع بدخول روسيا، الصين وتايوان في القضية كمان من الناحية الثانية. فإذن في هذه الحالة العالم على شكل العالم يسير على تشكيل جديد يتوقف على إرادات القوى الكبرى. ده من ناحية. الناحية الثانية الأسعار
هنا الأمم المتحدة دورها ما بقاش بنفس القوة اللي كانت في السنوات السابقة عشان تقدر تأثر في هذه العالم. هي قدرت تحل مشكلة الغذاء بدرجة بسيطة جدا، لكنها ما قدرتش تأثر في العالم كله. كل ده بيقول لنا هنا إيه؟ إن إحنا قدام أزمة قد تستمر إلى أكثر من سنتين إلى 10 سنوات، وبالتالي في هذه الحالة يتوافر هنا على إرادة القوى الدولية أو معظم الدول. الأزمة بين دول كبيرة بين 7 أو دول قوى بتتمثل في تقريبا بتمثل أكثر من نص الناتج الإجمالي العالمي، وده اللي مخلي العالم كله على صفيح ساخن. يخليني هنا بقى أقول إيه؟ إن هنا أصبحت هنا على الدول هذه إنها تعتمد على نفسها وتبني نفسها باقتصاديات من داخل الاقتصاد بتاعها والإنتاج بتاعها، هيكون أحد الأدوات المساعدة في حل المشكلة العالمية. لكن النهاردة حتى لو سألنا رئيس خارجية أمريكا ورئيس خارجية روسيا وقلنا لهم هتنتهي الأزمة دي إمتى، الاثنين ما يقدروش يجاوبوا إجابة كاملة. إذا كان القوتين العظميين والـ7 دول الكبار مش قادرين يتنبأوا بأن نهاية الأزمة هذه متى ستكون؟ نعم، هل هناك حلول مرحلية؟ إرادة العالم. هل هناك حلول مرحلية أو حلول مؤقتة نستطيع أن نتدارك بها الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعاني منها العالم ككل الآن، يعني حتى موعد انتهاء هذه الأزمة؟ يمكن في هذه الحالة، يمكن في هذه الحالة عدة حاجات. أولاً إن هم يفصلوا الغذاء والطاقة عن الأزمة السياسية، بمعنى إن هنا في هذه الحالة الطاقة والغذاء يتبعدوا عن الأزمة السياسية، وبالتالي يترك هنا حرية التنقل بتاعها. اثنين، أن تقوم الدول الأخرى زي الدول كل الكيانات الإقليمية تعمل تكتلات وتغير في اتفاقيات التجارة، بمعنى أن يتم هنا الاتفاقيات التجارية بين الدول بعضها البعض، الكيانات الاقتصادية والتكتلات الإقليمية تشتغل مع بعضها البعض، زيادة الإنتاج المحلي في داخل الدول، وبالتالي تصبح هذه الأزمة هنا دعوة لكل الدول على أن تعتمد على الإنتاج المحلي وتقوم على إبداء الصناعة وتقوية القدرات المؤسسية لكل دولة، وبخاصة في الاقتصاديات الناشئة اللي هي أخذت في معدلات النمو وأخذت خلال الفترة السابقة، وهو بالفعل ما يعني تتبعه الدولة المصرية واستراتيجية الدولة المصرية في توطين الصناعة والاعتماد على الناتج المحلي والمجهود المحلي. دكتور محمد الشواتفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، نتوجه لحضرتك بجزيل الشكر.